هلا زينب وصلنا لفقرتنا الاولى، رح نحكي فيها عن موضوع شوي طريف وشغل كتير الناس هي الفتره من هدول الكم يوم. فهو اكيد عم نحكي احنا عن ارتفاع درجات الحراره اللي عم بتشكل ظاهره مناخيه بترسم ملامح الجو العام لهالايام. واليوم ضمن رحلتنا بعالم الفلك رح نترافق سوا بجوله على كوكب الشمس ونعرف ما مدى تاثيره على ارتفاع حراره الطقس، ما توقعات حاله الطقس في المرحله القادمه. طبعا هي الاسئله الكتير رح يجيبنا عليها الدكتور محمد العسيري رئيس الجمعيه الفلكية السورية. صباح الخير دكتور، صباح أهلا وسهلا الورد، فيك. صباح الورد يا صباح فرح، صباح الشوق. الخير يا زينب. صحيح صباح الشوق، يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا رب. يعني هذا الحديث مثل ما قلنا بالمقدمة هو شاغل العالم، ما في غير يمكن عم شوف انه سبب انه للضحك كمان مو بس للشوب، يعني في نهفات كثير عم يتناقلوها العالم احنا اكثر شيء السوري بنخاف جدا متميزين بخلال ارتفاع درجات الحراره القاتل. يمكن عم بيقولوا هي الصيفيه هذا الشهر كثير كان مشوب، فنحكي سبب ارتفاع درجات الحراره. تمام جدا. اذا طبعا نحن نظرنا الى موضوع ارتفاع درجات الحراره بشكل شمولي اكثر، يعني نشوف العالم كله بشكل كامل، بنلاحظ انه ارتفاع درجات الحراره ما هي حصرا على سوريا او منطقتنا، لا، هي في ارتفاع درجات حراره إذا تابعنا مثلا المديرية العامة للأرصاد الجوية بسوريا بوجه لهم تحية، يوميا بنلاحظ كيف عم يكون دائما في عنا أعلى من المعدلات، دائما الحرارة أعلى من المعدلات. طيب إذا عملنا مقياس لهذا الشيء مع الدول الجوار، مع دول العالم، بنلاحظ أنه بشكل عام في عنا ارتفاع عام بدرجة الحرارة. إذا سألنا سؤال سألتيه زينب اللي هو سؤال كتير كتير مهم ومحوري، شو سبب ارتفاع درجات الحرارة؟ هل هو سبب طبيعي فبالتالي نحن ما فينا نعمل أي شيء، أم هو سبب اصطناعي خلينا نسميه من فعل الإنسان؟ لازم نشعل الضوء الأحمر ونبدأ نحل هالمشاكل اللي عم تعمل هالارتفاع بدرجات الحرارة. إذا كان السبب طبيعي فأول المتهمين يلي بقفص الاتهام هو نجمنا الوديع الجميل الوحيد الشمس. هذا النجم يلي هو عم يعطينا الحرارة، هو اللي عم يتحكم بالطقس، هو اللي عم يتحكم بالمناخ، هو أساسا الحياة على كل هذا الكون الخضار حواليكم، هذا الخضار الجميل، هالزهور كلها تعتمد على الشمس في حياتها. فبالتالي إذا كان في تغيرات مناخية فعلى الشمس أن تكون هي المسؤولة طبيعيا. نعم. حلو كثير. نجي بقى للصور المتوفرة بين إيدينا عن الشمس، بنلاحظ أن الشمس بأيامنا الحالية هي أكثر ما تكون باستقرارها، يعني الشمس مستقرة تماما، لا في انفجارات على سطح الشمس، لا في رياح شمسية، ما في انبعاثات غازية، إذن الشمس حالتها طبيعية تماما. وزينب وفرح رح لكم معلومة كتير مهمة، الناس يمكن قليل اللي بيعرفها، أنه نحن بفصل الصيف نكون بنصف الكرة الشمالي أبعد ما يمكن عن الشمس، عكس تماما ما يتخيلون الناس. الناس بتظن انه نحن بالصيف اقرب للشمس، ابدا لا، نحن بالصيف نصف الكرة الشمالية يكون ابعد ما يمكن عن الشمس، في ابعد نقطة للارض عن الشمس، ونحن بفصل الشتاء بنكون باقرب نقطة من الشمس. يعني احنا ابعاد وهيك كيف ما لو كنا قراب مشكلة، حقيقة مشكلة، لو كنا قراب كان صار فينا مثل نصف الكرة الجنوبي ذوبان كميات هائلة من الثلوج. اذا الشمس كحالة طبيعية هي بريئة تماما من حالات التخبطات المناخية. نجي بقى للحالة الاصطناعية، الحالة الاصطناعية عندنا ثلاث نقط كتير مهمة، النقطة الأولى أنه هل يا ترى ما يعرف باسم الدفيئة الزجاجية هي المسؤولة؟ شو هي الدفيئة الزجاجية؟ فرح زينة مثل ما بتعرفوا عندنا البيوت البلاستيكية يلي بيحافظوا فيها على درجات الحرارة وتنزرع فيها بعض الخضروات. البيت الزجاجي هو مكان يحافظ فيه على درجة الحرارة بسبب هالمادة البلاستيكية اللي تغلف هذا البيت. الأرض مغلفة بالغلاف الجوي، لكن إذا صار عندنا انبعاثات أكثر من غاز ثاني أكسيد الكربون من المعامل من المصانع من السيارات من 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 هذا كله بيزيد الاحتباس الحراري، بيرفع درجات حرارة الأرض. نعم، أحد وأول أسباب ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل كامل درجة أو درجتين عن المعدل هي ما تعرف بظاهرة الاحتباس الحراري يلي بالفعل اليوم مساهمة على الأقل بدرجتين عن معدلات درجات الحرارة. مشان هيك عام 2050 حددت العام في عدة مناطق ومدن مهمة جدا مثل نيويورك مثل لندن مهددة بالغرق إذا استمر هذا الارتفاع. السبب لما يدوب الثلج القطبين الشمالي والجنوبي تماما راح بيبين المرج، بيرتفع منسوب المياه وبيغرق هالمناطق القريبة من القطبين، فبالتالي بيصفى المنطقة الصالحة للحياة ما بين مدار الجدي ومدار السرطان، يعني منطقتنا هذا الخط تمام. الضيق. فإذا بالفعل العلماء اليوم مستنفرين بشكل كبير جدا لمحاولة حل إشكالية الاحتباس الحراري، لكن الاحتباس الحراري بحالة بمفرده ليس هو المسؤول، أيضا هناك بالفعل تجارب تجري على المناخ، في مشاريع
كانت سرية مثل مشروع هارب السري، مثل مشروع مشاريع أخرى بالفعل كانت سرية، لكن الآن اليوم بلشت تطفو للعلن، يعني بلشت تظهر للعلن. مشروع هارب السري اللي كان عم يحاكي شفقة قطبي، عم يعمل تلاعب خلينا نقول بشحنات الطبقة الأينوسفير اللي هي إحدى طبقات الغلاف الجوي، اليوم النتائج اللي عم تصدر عنه يظهر أن هناك شيء ما يحاك في الظلام، اللي هو إحاكة موضوع التلاعب بالمناخ أو سلاح المناخ القادم. يعني اليوم بلشت الدول العظمى تفكر بسلاح سلاح المناخ. لنتأكد أكثر منلاحظ شو رد فعل الدول مثل الصين وروسيا بالاحتفالية الماضية، احتفالية ساحة النجمة الروسية اللي تحتفل فيها بذكرى انتصارها بالحرب. بالفعل روسيا استخدمت تغيرات مناخية تلاعب بالمناخ لحتى تأجل المطر، كان في حالة مطر، فأثبتت كانت رسالة للدول الأخرى أنه نحن قادرين مثل ما أنتم عندكم مشاريع سرية، نحن عندنا مشاريعنا أنه نحن نقدر نتحكم بالمناخ. اليوم التحكم بالمناخ ما هو صار قضية معضلة أو قضية وهمية، لا لا لا، قضية صارت واضحة تماما، صار بالفعل قادرين الناس يتحكموا بالمناخ على الأقل لفترات ضيقة. الدليل ما صار بواشنطن، ما صار بنيويورك من هطولات ثلجية غير مسبوقة العام الماضي، بالمقابل ارتفاعات درجات الحرارة الغير مسبوقة لأنه الأرض متوازنة حراريا. ما يلي الدول اللي تحصل على برودة كتير على حساب دول أخرى رح تحصل على حرارة كتير، لأنه في توازن، يلي بيلعب بهذا التوازن رح يكسره. شو رد فعل العلماء؟ العلماء مباشرة واجهوا هالتلاعب بالمناخ، وضحوا للدول اللي عم تتلاعب بالمناخ أنه هذا الشيء مو صح مو سليم، لأنه أي تلاعب بالمناخ يكسر السلسلة المناخ الأرضي، وبالتالي نحن منصير قدام كارثة مناخية قد تودي بالأرض ومن عليها إلى التهلكة. فبالتالي علينا ضبط موضوع الاحتباس الحراري. بنجي للحالة الثالثة اللي هي حالة استثنائية، طبعا لاحظنا انه طبيعية ما في شيء، اما اصطناعيا في عنا عدة محاور، لكن في عنا حالة استثنائية هي ما يحدث الان من خلينا نسميه تمهيد لعصر بارد. الحرارة نحن بنظن انه كل ما ارتفعت الحرارة راح تستمر بارتفاعها، ابدا لا، لما ترتفع الحرارة عن معدلات الارض بترد. ودائما كانوا اجدادنا اذا بتذكروا ستي وستكم بتقلنا اذا اجى الصيف ثقيل الشتاء بارد. وهذا بالفعل كلام علمي، لانه لما يكون عندنا حراره عاليه الارض بترد بتعدل حرارتها بالشتاء. فبالتالي هالحراره اللي عم نشهدها سواء 2014 2015 2016 وهلا 2017 اللي سجلت اعلى حرارات، يعني نحن حطمنا الرقم القياسي بالكويت ببغداد، سجلت ارقام حتى بسوريا بوقت لم تسجل الحراره بهذا الوقت هالارتفاعات هي، الا من 15 ل 20 عام مضوا أقل شوي من بدرجة أو درجتين، أما هيك حرارة لم يسبق تسجيلها بالأرقام المعهودة عنا. فبالتالي في عنا تزايد بارتفاعات الحرارة، هذا التزايد يعني أنه الأرض مقبلة لحالة مضادة، هي انخفاض درجة الحرارة بمنطقتنا، يعني نحن رح نشهد انخفاض درجات الحرارة تمام، شتاء بارد دائما. حنلاحظ سواء هذا العام أو الأعوام القادمة أنه الصيفية رح تكون قاسية وتقيلة لكن كتير قصيرة، كتير قصيرة. بالمقابل رح نلاحظ انه الشتوية عم تنفرد، عم تستمر اكتر، وهذا الشيء زينب وفرح لاحظتوا السنة وسألتوني عنه سابقا انه ليش الشتوية طولت. لاحظتوا كيف نحن وصلنا لحزيران ونزل المطر بحزيران بعد الجو كمان معتدل، يعني لسه ما شفنا كان هي الصيفية القوية مثل ما عم نشوفها هلا. بالضبط دكتور، اول ما قعدنا بشرتنا بشارة يمكن العالم ما كتير يحبوها انه كمان جايين على مرتفع يمكن اكتر او بعادل المرتفع اللي نحن مرقنا فيه، مع انه يمكن هدول اليومين كان في اعتدال شوي بدرجة الحرارة، لكن رح نرجع كمان نشهد نفس هذا المرتفع. تمام، هلا هاليومين يعني كمان براجع موضوع الحرارة وفق النشرة اللي انتم بتاخذوها كل يوم من الارصاد الجوية، بنلاحظ انه ما زالت اعلى من معدلاتها، لكن نحن بلشنا فصل الصيف، وانا قلت لكم ان فصل الصيف مكثف وصغير، فبالتالي رح يكون تموز واب، هذا هو الصيف فعليا، حيكون من هلا لنص اب فتره صيف، يعني صيف مو مزح، صيف تماما. يعني بده يضل ارتفاع بدرجات الحراره بهذا الشهر كله، بده تضل الحراره بهالمستويات، يعني ما بين 39 42 43 38 50، يعني بده تضل خلينا نقول ما اعلى من 35 وادنى من 45. نعم. الا بحالات شاذه ممكن توصل ل 48، ان شاء الله ما توصل لانه بيكون تسجيل رقم قياسي بالحراره، يعني يا رب تحافظ على هالمجال، لكن علميا متوقع انه نحن نشهد تسجيل رقم قياسي بالحراره لانه هذا شيء عالمي. يعني عم نلاحظ الدول اللي حول
قلنا الكويت سجلت، العراق سجل، سجلت إيران درجة حرارة بالصحراء غير مسبوقة، ليبيا صحراء الليبية أيضا سجلت درجة حرارة عالية جدا. فإذا عم نلاحظ ونتابع دول العالم عم نلاحظ أنه بالفعل سجلت أرقام قياسية. بالمقابل خلونا نطلع على نصف الكرة الجنوبي، نلاحظ كيف عندهم انخفاضات درجات حرارة وأيضا انخفاضات غير منطقية. هذا يثبت أنه طالما عم يحدث انخفاض عم يصير ارتفاع، وصدقوني هذه الحرارة هي سببها ما يعرف باسم خلينا نسميه المنخفض الهندي. المنخفض الهندي أو الحالة الجوية السائدة بالهند هي التي تؤثر على منطقتنا. مثلا إذا نطلع على درجة حرارة الهند اليوم، إذا كانت 30 فنحن عنا 60، إذا كانت 20 عنا 40. يعني نحن دائما دبل حرارة الهند، صيف الهند شتائنا وشتائنا هو صيف الهند. نعم. وحتى كمان لما يكون الحرارة عالية بالهند بتكون الحرارة عنا كتير منخفضة والعكس صحيح. مشان هيك نحن دائما منتابع المنخفضات الموسمية القادمة من الهند اللي هي حاليا أبرد ما يمكن، هذا يعني أنه حرارتنا أعلى ما يمكن. أكيد أنا بدي أشكرك دكتور على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها، وإن شاء الله الله يهون على كل السوريين بهالصيف، ونقول لهم كمان حضروا حالكم لشتوية آسيا، وإن شاء الله هيك دائما نكونوا بألف خير. شكرا لوجودك معنا. يسعد صباحك زينب. بالنهاية نحن بالصيف ولازم نتأقلم مع حالتنا إنه نحن بفصل الصيف. يعني هلا اللي بيروح على البحر واللي ما بيروح خلص بده يسمر. يسعد صباحك يا زينب. شكرا لك دكتور. شكرا.